الشباب كلامنا حينصب على الفكر الجمهوري والملاحدة من الشيوعيين وغيرهم. وده الأعداء الدين نعرف. ده الأعداء الدين الإسلامي. ولكن جايننا باسم الإسلام وبيتخذوا بعض الأساليب للطعن في الدين. أنا بديك منها نماذج وبعدين أترك الكلام للمشايخ. طيب النزل حرصوا على تفتيت وحدة المسلمين بزرع ما يفرتج الروابط بين المسلمين زي العنصرية واحد عشان يفرتقوا بين الناس، وما يسمى بحرية الأديان اثنين، وما يسمى بقضية المرأة بيدعوا الدفاع عن المرأة وتحرير المرأة من القيود، والقيود دي هي الأحكام الشرعية والدين الإسلامي. دارين يشيلوا منها برا. السبب شنو؟ انتبهوا يا أخواننا، السبب هو قطع الروابط التي تصل بين المسلمين. نحن اللي بيصل بيناتنا في الأول انتماؤنا لهذا الدين العظيم، فزرعوا لنا ما يسمى بحرية الأديان. أي زول يدين ما يشاء ويفعل ما يريد. ومن الأشياء اللي بتفرتق بيننا العنصرية، لأنه نحن في الإسلام تعودنا إنه نحن إخوة في الدين، ما عندنا فروقات بين القبائل، ولا عندنا قبيلة أفضل من قبيلة، ولا جنس أفضل من جنس، ولا عنصر أفضل من عنصر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده اللي بنعرفه نحن في ديننا. زرعوا لنا العنصرية والحروبات الأهلية عشان نحن يبقى ما في شيء بيجمعنا. وبعد ذلك جوا لقضية المرأة قالوا ما دايرين قوامة للرجل على المرأة، ما دايرين رابط بتاع زواج، المرأة تتزوج براها تطلق براها، عشان بعد ذاك يبقى المجتمع المسلم مجتمع مفرتك تماما، ما في رابط بتاع دين، ولا في رابط بتاع أسرة، ولا في رابط بتاع أخوة إيمانية، نبقى نحن مفرتقين ونبقى لقمة سائقة لهم.